السلام عليكم. هذه نيويورك على ضفاف نهر هيدسون، تعتبر أكبر مدينة للمال والأعمال والأزياء، حقيقة من أهم أحيائها اللي هو منهاتن، شايفينه قدامي ذا الحين، وبروكلين، وفيها حدود يعني أكبر ناس سكان في الولايات المتحدة في هذه الولاية. تعتبر الولاية أو المدينة الثالثة في المصانع، 17,000 مصنع يعملون حوالي 200,000 في الميناء حق نيويورك، و500,000 يعملون في مجال الأسهم. ونشوف الحين أهم المواقع السياحية اللي ممكن يزورها الواحد في هذه الولاية الصاخبة المتحركة. شوفوا معايا. مثل تايم سكوير مفترق طرق العالم، هنا ستحظى بتجربة الحياة في المدينة الكبيرة بي العلوي من منهاتن. هنا يتواجد مبنى الأوبرا، أوركسترا نيويورك، فرقة بالي نيويورك، وهو سنترال بارك الذي يزوره 35 مليون سائح كل سنة. تحقق من مسارات المشي الواسعة، حديقة الكونسيرفاتوار، حديقة الحيوانات للفنون الذي يملك مليوني عمل فني من جميع الفترات والثقافات. الدخول إلى المتحف مشروط بتبرع طوعي إمباير ستيت، واستمتع بمناظر نيويورك من أعلى منصة مراقبة في المدينة. هذا افطار في مطعم تيفاني الشهير، توجه إلى حي سوهو جنوب منهاتن واختر ما يلائمك من بين أحدث الأزياء المعروضة في المحل. تشاينا تاون في المرتبة الرابعة. طالما اشتهر هذا الحي بشعبيته بين سكان المدينة والسياح على حد سواء، انصحوا بزيارة جسر بروكلين الممتد فوق إيست ريفر. يقع الجسر على بعد خطوات قليلة من الحي الصيني ويربط بين أسفل منهاتن وبلدة بروكلين الصاخبة. المركز الثاني، نوصي التجول في شوارع وول ستريت حيث تعيش الطبقة الأرستقراطية. تحقق من المبنى الكلاسيكي الجميل حيث ستجد مقر بورصة نيويورك، تمثال الحرية الذي وهبه شعب فرنسا للشعب الأمريكي، رمزاً للصداقة بين الشعبين. طوق الحياة الليلية، معالم سياحية لكل